اهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. هاي، ازيك يا لينا؟ ازيك يا كريسي؟ عامل ايه يا ريني؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله انا كويس. ايه، تعالوا بقى ننزل البسين وننط بقى في البسين الخويط ده اللي فيه الوان تنتي، اللي هو مخليه لونه احمر. صدق فكره حلوه قوي يا ريني. بس بلاش ننزل بقى من السلالم، تعالوا نقف كده على الطرف بتاعه وننط. واحد اتنين، بتعملوا ايه يا اولاد؟ انزلوا دلوقتي حالا، محدش ينزل كده، فضلوا روحوا انزلوا من السلم. طيب، ايه المشكلة؟ احنا كنا بس عايزين احنا يعني ننط فجأة. لا، عشان متعوروش، روحوا انزلوا من السلالم. يوه، اول فكرة وفشلت. تعالوا بقى نروح يعني ايه ننزل من السلالم وننط وننزل عادي، بلاش ننط كده من الغويط. طيب اوكي ريني، يلا تعالوا نروح بقى كلنا. انتوا رايحين فين؟ لا، الدخول من السلالم من الناحية التانية. طيب اوكي، ادينا نزلنا اهو. لا، انا متضايق، انا عايزة اعمل حاجة ايه مختلفة. تعالوا يا لينا وكريس نطلع على الزحلية بالعكس. بتعملوا ايه يا اولاد؟ اتفضلوا انزلوا دلوقتي، انا قلت محدش يطلع على الزحلية بالعكس. يوه، دي تاني خطة وفشلت. هي الست دي كل شوية تنطلنا كده، بس سيبينا في حالنا يا ست، انتي عايزين ننبسط. طب بقول لكم ايه، انا عندي فكره، تعالوا نروح بسين الاطفال نعمل فيه اي مقلب. تيجوا نروح نشوف فيه ايه هناك. يا ريني احنا كده هيتزعلنا. طيب احنا هنروح نعمل لها ايه يعني، نلخبطها ونقول لها بقى ان في حد بيغرق مثلا في بسين الاطفال بقاله ساعتين. على فكره انا سمعت ان في طفل كان بيغرق في البسين بتاع الاطفال ساعتين. ايه بتقول؟ ايه، كان في طفل بيغرق بقاله ساعتين؟ طب انا اروح اشوف بسرعه ايه اللي بيحصل. عارف لو كنت لعبه بتكذب، شوف انا هعمل فيك ايه. لا، ما تقلقيش، انا ما بكذبش. هتروحي هناك وهتشوفي الطفل ده بقاله ساعتين كان بيغرق. طيب ماشي اوكي، انا هوريك عشان انت شكلك شقي جدا. الحمد لله، اديها راحت وهنضحكنا عليها. ريني احنا كده هنتهزق، انت بهدلتنا النهارده. تعالوا بس نشوف هتعمل ايه، تعالوا بس نشوف هتعمل ايه. طيب اوكي ريني ماشي، خلينا ماشيين معاك. اهلا يا مدام، ازيك؟ هو كان في طفل بيغرق هنا في البيسين بقاله ساعتين؟ طفل ايه؟ لا طبعا ما فيش هنا اي اطفال كانوا بيغرقوا في البيسين بقالهم ساعتين ولا اي حاجه. امال ايه؟ امال انا؟ طب انت يا مدام كان في عندك طفل بيغرق بقاله ساعتين؟ شكلها حلو قوي واحنا عاملين فيها المقلب. تعالوا بقى نطلع على الزحليه الكبيره قوي 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 دي ونتزحلق. انا متشوق قوي، انا طلعت اهو وهتزحلق بقى. بس الزحليه دي ما فيهاش ميه، واكيد ممنوع ان احنا ننزل، بس انا هتزحلق برضو عشان انا ما بحبش اسمع الكلام. لا 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 لا. لينا وكريستي تعالى اتزحلقوا معايا. لا يا ريني، انت من الصبح عمال بتعمل مشاكل، وانت كده هتعمل لنا مشكله كبيره جدا، واحنا ما بنحبش المشاكل. روح انزل اتزحلق لوحدك. طب خلاص اوكي، خليكوا هنا لوحدكم. الحقي ريني راح نزل يتزحلق في الزحليقه اللي ما فيهاش ميه. ايه ده؟ ده خطر جدا عليه. انا هروح اشوف بسرعه الولد الشقي ده بيعمل ايه. ريني ريني انت فين؟ ريني بصي، هو في الزحليقه الكبيره قوي اللي هناك. اوكي طيب ماشي ماشي يا اولاد، كويس ان انتوا جيتوا قلتولي. انتوا بنات شاطرين جدا عشان انتوا تسمعوا الكلام. اهو بصوا، هيتزحلق هناك على الزحليقه اللي ما فيهاش ميه. يا لهوي، ده هيتزحلق على الزحليقه الكبيره دي؟ انا لازم اتزحلق بسرعه قبل ما حد ياخد باله. واحد اتنين، حاسبي كده شويه يا انسه. واحد اتنين، اتنين ونص، تلاته. ووو، ايه ده اللي حصل لي؟ بص يا ريني، انت طفل مشاغب جدا، من الصبح عمال بتعمل كوارث. انا هقول لمامتك عليك وتخليها تعاقبك، ما تجيش ابدا تلعب تاني في الملاهي اللي فيها ميه. طب خلاص ماشي اوكي، انا اسف. لا، مفيش حاجه اسمها انت اسف، انا هروح اقول لمامتك برضو. سلم على اصحابك. باي باي يا لينا، باي باي كريسي، انبسطت معاكم جدا النهارده، هتوحشوني قوي. واحنا كمان يا ريني، خلي بالك من نفسك بقى، يا عيني اتبهدل خالص. بس انبسطت جدا، دمه خفيف. اتمنى يا اصحابي يكون الفيديو عجبكم، بليز ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. باي باي.